بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من كان 2019. زي ما تعودتم معانا دايما الحقيقة بنبدأ بأخبار منتخبنا الوطني، وأول خبر عندنا النهاردة المنتخب بيدعم جنش بصورة جماعية بعد إصابة وتر أكيلس. زي ما حضراتكم عارفين او عرفتم امبارح ان محمود عبد الرحيم جنش نجم نادي الزمالك وحارس مرمى نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني الحقيقه اصيب في وقت التمرين باصابه في وتر اكيلس، هتاخد تقريبا من 6 ل 8 شهور. نتمنى له يا رب كل التوفيق ويرجع بالف سلامه. يعني طبعا اصابه صعبه جدا، ولكن في النهايه ده قدر ونصيب الحقيقه. وجنش الحقيقة واحد من أفضل الحراس اللي متواجدين خلال هذا الموسم، وأدوا بشكل جيد جدا جدا خلال هذا الموسم، عشان كده الحقيقة كل مصر واقفة بجانب جنش في هذه الأيام. وفي النهاية الإصابة دي قدر يا جماعة، وصعبة جدا جدا الإصابة دي. إن شاء الله إن شاء الله يقوم بالسلامة ويرجع بأفضل مما كان، مهما كان الأمور، ومهما كان الأهلي ومهما كان الزمالك والأمور اللي حضراتكم عارفينها دي، ولكن الإصابات والحاجات دي خطر جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت صعبة جدا. يعني صدقوني لاعب كرة القدم عندما يصاب ويعرف أنه هو هيقعد من 6 ل 8 شهور تبقى حالته النفسية سيئة جدا، بيحتاج كل الدعم. ودايما احنا تعودنا من جمهور نادي الاهلي العظيم الحقيقه ان هو بيقف خلف الجميع، الحقيقه مش خلف اي حد، خلف طبعا لاعبته وخلف لاعبي المنتخب الوطني. وجنش دلوقتي بيمثل منتخبنا الوطني، وفي النهايه انا متاكد ان شاء الله هيرجع بالسلامه، لانه لاعب راجل ويستحق الحقيقه ان يكون متواجد مع منتخبنا الوطني وله دور خلال الفتره اللي فاتت. طبعا يعني انا مش حابب ان انا اخش في الموضوع ده، لانه البعض دخل الموضوع ده في أهلي وزمالك الحقيقة، يعني والبعض الحقيقة اتهم الكابتن أحمد ناجي في موضوع التمرين والكلام ده كله. ولكن 40 سنة تقريبا أو أكتر يمكن بمدرب لحراس مرمى سواء منتخبنا الوطني أو النادي الأهلي أو ولكن يا جماعة الإصابات دي إصابات قدرية، إصابات قدرية. يعني الواحد لما يبقى عنده يعني لو إصابة في العضلة نقدر نقول ماشي، ممكن يكون الحمل نقدر نفسرها، يعني نقول الحمل التدريبي زيادة شوية، الحمل التدريبي أقل شوية، ولكن الإصابات اللي هي في العظم أو في الأوتار أو في الكلام ده كله بتتأثر الحقيقة. يعني قد يكون بقى الموسم الطويل كذا كذا، حاجات كتيرة جدا 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 نقدر نقولها في هذا الموضوع. لكن في النهاية ما ينفعش إن احنا نيجي على حد من منتخبنا الوطني لمجرد ان هو بينتمي او كان ينتمي لنادي الاهلي وجنش بينتمي لنادي الزمالك. يعني اللي بيفكر او الناس اللي بتفكر هذا التفكير تفكيرها قليل جدا الحقيقه، وما ينفعش ان هم يفكروا مثل هذا التفكير خصوصا في التوقيت ده، لو قبل البطوله ولا اي حاجه. يعني طبعا ما ينفعش برضو، لان الاصابات دي حاجه صعبه جدا جدا جدا، ومحدش هيفهمها غير لعيبه الكوره هتفهم، او لعيبه الكوره هتفهم قد ايه انت لما تقعد او لما تعرف ان انت هتقعد من 6 ل 8 شهور بتبقى الامور بالنسبه لك صعبه جدا جدا. في النهايه نتمنى له يا رب كل التوفيق. والنهارده المنتخب نشر صوره لدعم جنش، كل اللاعبين الحقيقه كانوا متواجدين في هذه الصوره، وكلهم الحقيقه كانوا واقفين مع جنش علشان دعم هذا اللاعب المحترم الحقيقه محمود جنش لاعب منتخبنا الوطني. احنا دلوقتي كلنا خلف منتخبنا الوطني وبنتكلم عن منتخبنا الوطني فقط. الصورة أمام حضراتكم صورة الحقيقة محترمة جدا. طيب منتخبنا الوطني إن شاء الله بكرة مباراة هامة جدا، مباراة مهمة جدا جدا لمنتخبنا القومي. طبعا زي ما حضراتكم عارفين المنتخب وصل لدور الـ16، ولكن هل سيصعد لدور الـ16 كأول المجموعة ولا كتاني المجموعة؟ مباراة غدا إن شاء الله ستحدد مصير منتخبنا الوطني، هل هو في المركز الأول ولا في المركز التاني. إذا كان تعادل أو كسب هيبقى في المركز الأول، ولكن لا قدر الله إذا حصل أي شيء هنلاقي منتخبنا في المركز التاني. عشان كده أنا بقول لحضراتكم أنا الحقيقة كنت مستغرب جدا من تصريحات خفير أجري خلال المباراة أو بعد المباراة الأخيرة، وقال إن هو قد يكون هناك أو أنا هعمل بعض التغييرات الكثيرة في المباراة القادمة. النهاردة الحقيقة لما أجي أتكلم مع حضراتكم على
تصريحات خفير أجري رجع أو غير هذه التصريحات وهنتكلم عنها في وقتها. بكرة إن شاء الله منتخبنا الوطني هيلعب بطقم أبيض كامل، زي أبيض كامل. المنتخب الأوغندي هيلعب بالطاقم الأحمر والشورت والجوارب أو الشراب الأسود. حارس المرمى هيلعب بطاقم أزرق. المنتخب المصري هيلعب بطاقم أبيض كامل، بينما يرتدي حارس المرمى طقم أصفر. طيب أجري بيعمل إيه بقى؟ بعض التصريحات اللي قالها أجري وأيضا بعض المصادر عندنا بتقول إن أجري الحقيقة بالنسبة لمحمود علاء والنني بيفكر إن هو ما يلعبوش مباراة غدا إن شاء الله علشان الإنذار الثاني، هم كل واحد فيهم عنده إنذار وبالتالي لو خد الإنذار الثاني مش هيلعب مباراة دور الـ 16. عشان كده خفير أجري بيفكر إن هو ما يلعبش بمحمود علاء والنني. ممكن جدا نلاقي بقى باهر المحمدي هيبدا هذه المباراه، ممكن جدا نلاقي نبيل عماد دونجا يبدا هذه المباراه، والحقيقه يستحق نبيل عماد او باهر المحمدي ان هم يكونوا ان شاء الله متواجدين في هذه المباراه. عندنا 23 لاعب، ال 23 لاعب بالكامل موجودين، وال 23 لاعب بالكامل الحقيقه ممكن جدا يمثلوا مصر وبشكل رائع.